فيش في الدنيا كلها حاجة أحسن من إن الواحد يمتع نفسه بالأكل اللذيذ، صح يا بومبا؟ بومبا أنت كويس؟ أنا كويس يا تيمون. بومبا 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 رد عليا. امسك نفسك. بومبا شكلك مش كويس، الحقيقة لونك أخضر، باين عليك عيان. بس أنا عمري في حياتي ما عييت يا تيمون. يمكن أكون أكلت حشرة حمضانة. يمكن تكون كلت حشرة حمضانة؟ كلت حشرة حمضانة؟ أيوة يمكن تكون كلت حشرة حمضانة، تعال نشوف. الحشرات اللي بناكلها وبتخلينا مش ولا بد. طيب تعال نشوف. اوه ادي النوع البامبا اللي لما اكلناه كان عامل زي الاسمنت المغلي. اوه فاكر النوع ده يا بومبا؟ هو ده كان عامل زي ما يكون متعفن ومتحمر في صلصه طين. يا وده يا بومبا نوع بيقلب معدة الواحد، ده كان نوع ملزق قوي ورفيع وناشف شوية وطعمه عامل زي الجري الحي، فاكره؟ بومبا ايه اللي حصل؟ حالتك بقت اوحش. متهيألي انا عيان يا تيمون. لا لا قولي على بلاطة، هو ده معناه انك صحيح فعلا بجد عيان؟ ده اللي انا قلته. ايوه حاجة عظيمة فعلا. ما انت شايف معنى انك عيان